الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نؤمن به ونتوكل عليه ونستعين به على قضاء حوائج الدنيا، والحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظمنا وقرة أعيننا سيد محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيبا، يعني صوتا، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب فتح من السماء ما فتح. قال: فلا منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك. فأتوا الكتاب وخواتم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا هما إلا أوتيته، رواه مسلم وغيره. يعني حديث ذي صلى الله عليه وسلم حوام جبريل كفل من كله، يعني تخلى أبنتا إذ متنيرو بولا سيدنا جبريل إذ متنيرو حجيقن من سيدنا جبريل كفام إلى من رسل كبس حوام مسموط سيدنا جبريل بدحريق سميعهم بسماي دمت مستمعو حيال سمعوا رؤسهم علي قيرهم ناف سمايت أميتهم سيدنا جبريل انتهي لهم أفدقنا سمايت خفت زلو كرم حجي تفلتني وحجي خفت هلو بتحريقوا حادك خالق وريدوا مالتي نسرة الفاتحة. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما. إذن حزل كامت يزلو خلت برهان بشارة، يعني حوس حزل كامت يلوه لم يؤتهما نبي قبلك، ارميخا ولا حد نبي ذات ذي أنا يمصعون. فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، زي الحمد لله رب العالمين كل أبسلات من القرآن ومؤون سورة البقرة. رشا آمن الرسول بما إليه من ربه، والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه وله لا نفرق بين من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت لها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، رب لا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصر على القوم الكافرين. آيات زين كتزين الفعان الحمد كدميخا خان نبي أي مصومن. لن تقرأ حرفا ما إلا أوتيته، كابزين لا زخوان حرف قريء كمودو عقر إذي زخوان الزيون تعنار نخال إن زخوان ربي لك. حديث رواه مسلم وغيره. نيس رزي بزعبة الفاتحة بزعباء نقرب، وهي القرآن من أحكامها بركاتها خنزار بنا، يعني أدو قرآن تباهلة تصويعة وتانخاء أبزاء سورة الفاتحة كقدسنا كمقدس اللوز تدرقنا مخنياتو كل قزي عالتاوي أبصلاتنا، يعني تزا قدسنا صلاة سرزخني من صلاة هتصاقعنا نمسينا زلنا أنه يعني بزي بارس لزي كون زي أخاف ناس لنسجدا ترجمة فلتنا انتاي معنا خمسة لتنا ناو أن داس تبهالنا من تخد تأجداس نتاري يعني نعاء خمر تدرخنا مالتي خنياتو بقى صلاة ولا حنت أيكم سخاء بجبوكم فلت أي قبل سورة الفاتحة زي واحد نمعلتي عسرة نبلا لنا مالتي بتن عسرت شو فرائد وتواجبنا ويتري ويحادة ويسلست جزي معلتي سنن المؤكدة حويسنا لا سنة معلتي نبلا لنا بوحد مالتي نوافير صلاة الضحى قال إنه سخلنا
نمعلت زيادة نبلالنا لعلسالنا نبلالنا مالتي سلازي زنب كنا إذا زيتم من القرآن اتزتا عام درفة خمان امتخ نمعلت سلاسة قزيخ الدرفة وانت دا سايب لني سلاسة قزي نمعلت أما ذي كلام الله فني نمعلت لعلسالسة قزيانا ولا حنت منينا ينفلتنا أبارنا عند حرت القمو فلتنا نحنا الحمد لله رب العالمين كلنا ربي حمدني عبدي إلهكم اللي سلنا كله انت ما قرأت كله عند حرف فلتنا يو من تايت ما قرأتنا الفاتحة زلع مزخون يعني كاب كلنا قموتو زحاس سايمن سلازي إن شاء الله بزيا يعني كنا برها إنا سورة الفاتحة تقاميتن أقداسينتن وثنان أب سلاتنان سلازخونة. طيب قال حا مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبي ابن وخرجه الترمذي عتيحة الكتاب ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني يعني أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ربي أب توراة هنا جريس آي وردوان نزا أم القرآن نالحمد تمثل سورة الفاتحة تمثل جريسو آية وردن هي سبع المثاني إذي شو آيات حقيفة زلا قرآن زيا وقال مجاهد إن إبليس لعنه الله رن أربع رنات حين لعن وحين بيت من الجنة وبعث محمد صلى الله عليه وسلم وحين نزلت فتحة الكتاب وأنزلت بالمدينة يعني المجاهد طيب لنا له إن إذا لعنه الله رن عرنات يعني أربعة أويات أويو كبزر جن الشيطان مالتي رنات يعني كبصراخ الزخر مالتي يعريو يعني جماتات زبتات حيال زخوني أويو الشيطان زن أربعة نقرات انتهى أربعة نقرات حين ربي مستررو كبتره مستقوق ربي إذي أحبي أو يتأوي بزاوان زياء وحين أهبيت من الجنة كاب جنة مستسقوقي كاب جنة مستسقوقي حيال أو يتأوي وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الرسول صلى الله عليه وسلم مستلأخد حيال زخنا أو يتأوي وحين نزلت فاتحة كتاب إذا الحمد مسوف ناب رسول صلى الله عليه وسلم حيال أو يتأوي بزنسقين أوي شيطان عليه الله وأنزلت بالمدينة زئا سورة الفاتحة المديدة وعند البخاري عن سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذاكم ثم قال لا أعلمنك سورة هي أعظم السور القرآن قبل تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي لما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لا أعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السمثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. طيب سيدنا سعيد ابن الله كنت في المسجد المسجد يسجد نيري رسول صلى الله عليه وسلم سوي عمني فلم أجيبه أي من لهم يسجد نيري يعني انت يمسجد نيرهم فليم سجد نيرهم فرد زي كوني سنة يمسجد نيرهم فقلت يا رسول الله إني كنت سلي دحرهم سوداكو اسم دي نيري خوينة زي ملس كلكم ليم رسول فقال ألم يقول الله مربي ديو استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم يعني رب رسول ويعم خمسي ملس لهم أيبي ثم قال إني لأعلمنك صورة أعظم الصور في القرآن تزلت قرآن كابز كل قرآن سرزو كابو تزبلتت كأي قبل تخرج من المسجد وزاخ خبز مسجد ثم أبيدي بدحري بإيدي حزو من الرسول لما أراد أن يخرج قلت له دحري رسول حزو من أخوة أمس دليو انتهى إلى يوم ألم تقل لا أعلمنك صورة هي أعظم صورة القرآن كاب قرآن تازعاب إذبلتة كعلم كأدي بالكامل قال انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب
الحمد لله رب العالمين إذا سرت الحمد لله هي السبع المني إذا شوعت تبلطات خاصة ذلو آين القرآن العظيم الذي أوتيته إذا أرمى بدحري القرآن العظيم تيني متيني يعني تازبل الحمد إذا يتعلمك كادري الذي يبزو أخلنا أقرى من قدنا تيار يعني رسول صلى الله عليه وسلم وخاخلو تملس مالتي واتكا يخون بجيكا فردي كم أون أديخا ندحلت أوي عتكا سخا أبسنا ندحلخا أديخا ويرسول صلى الله عليه وسلم عمخا كتملس اللهم قبي أبزي فردي مالتي. وسورة الفاتحة عظيمة البركة ومن شرفها أن الله سبحانه قال فسمعها بينه قسمها بينه وبين عبده يعني تزلع على بركة ذلو إذا سورة الفاتحة له ربي سبحانه وتعالى أمارئ أمنقؤ نفم قلوى ولا تصح الصلاة أي الصلاة إلا صلاة ماني صحيحة تخوف سورة الفاتحة قريفك الحمد لله تسجدك وثوابهم ولهذا قال عنها الرسول عليه وسلم